Okay, so I don't know, is the recording going on? Guys, فتحت الشات جي بي تي تبعي، بدي أفرجيكم كيف الشات جي بي تي مرات بكذب. طيب هعمل نيو شات هفرجيكم. can you give me sources for IoT? can you give me paper? by Hamad bin Khalifa University. طيب أول إشي هنشوف، مثلا خلينا نشوف آخر most recent paper. هاي 17، هاي 16، هاي 17، هاي 18. طيب بنشوف 18، نعمل كوبي للبيبر. ببحث فيها، بفتح البراوزر تبعي وبعمل سيرش على جوجل سكولر. بيطلع لي انه هذه من جامعة تانية. فبحكي لها Are you sure these papers state Hamad bin Khalifa University? طبعا هون بتقول انها هي غلطت وانه هيك هي صلحت غلطها. However, I can provide you with some paper related to our author by researchers from Hamad bin Khalifa University. طيب بنجرب latest paper 2020. نعمل copy، بروح الويب براوزر تبعي سكولر وبحط البيبر ونشوف. مكتوب وانغ، جو وانغ. نشوف طيب ما بيطلع لي حمد بن خليفة، فأنا راح أكتب Is this paper written by authors from HBK?
طيب okay, what I mean to say إنه بالأول I tried this before, كنت أحكي لها إنه I used to check وكانت برضو تصحح لي غلط. Like for example هون I told them, do you know how I can get this paper, هاي paper, as PDF? فقالت لي إنه في هذا اللينك أو قال لي. فلما حاولت أفتح اللينك كانت paper غير. قالت لي I apologize ورجع هذا. رد علي بلينك تاني بس الغريب إنه بتعطيني الاسم بيبر صح بس الأوثرز غلط. فقلت لها you're mistaken again, أو قلت له again برضو يعني حتى هنا مكتوب ال شو اسمه كاتبين هنا التايتل تبعت البيبر باللينك, بس برضو لما فتحت اللينك كان لينك لبيبر من لغة تانية أصلا. ف يعني لازم تدوروا بالكم إنه جد ترى أحيانا بتخربط. يعني حتى I told her the authors are not correct, فراحت صلحت لي الأوثرز. After checking it appears that the correct authors, كانت حاطة الأوثرز أصلا غلط. ذولهم الأوثرز الصح. طيب ف really يعني I don't know صح. okay so you have to be aware guys.